خويا مع الاذان الاول ديال الجمعه انا طالع من واحد الشركه تبان لي واحد موظفه معاهم خارجه تخفانه وكلها كحله. ايوا بديك الساعه دينا حدا الموبيل تما بقات مريحه واحد لقيتها الدخان كثر هزينا داك فرقعنا الباب دخلنا دخلوا حلينا ايرينا عباد الله حلوا الريدوات باش يدور الهواء ولكن داك الغاز ما كانوش الصراحه يحلوا دوك البيبان مع الكوروندير دار ويتجهد هذا الشيء اللي كاين. ديال الشحن شنو هو كاين؟ خويا دوك كيبيعوا الزود ديال التشحيب داكشي ديال المطار وكيبيعوا كاع داكشي اللي علاقه بالمطار. دابا الاكثريه دابا الزيوت اللي بقات وداك المطاط الكاوتشو ديال البنوات اللي بقاو شادين دابا. شي محل صغير ولا؟ لا المهم راه شركه صحيحه هذيك ماشي اللعب. المهم كيفاش كانت العافيه؟ كيفاش كانت العافيه؟ خرجها كحلف من الاول اخويا دخان ماشي لهيب دخان. ايوا يعني كانوا شي الناس زعما الحمد لله لا كل اوروزمون هذوك المستخدمين تما مشاو للجمعه. السيكريتير اللي قلت لك في الاول هي اللي بقات في فاش كيقولي في حفظ الله تلقات الاسعافات الاوليه في لومبيلونس ومن ديك الساعه ما بقيتش حتى فين نشر تقريبا ديال الوقت دابا وما كيطلبوا فيها وراه من الاذان الجمعه راه ما يزيد على ثلاث سوايع دابا ومازال حيت الكاوتشو دابا اوموا واحد 9 ديال 10 ديال غادي يطفي هادشي حيت الكاوتشو معروف عليه كيبقى شاد سميتو كيشد لا شالور اوتوماتيكمون. ايوا المهم الحمد لله ما كانش ضحايا كنا مريحين حتى كنشاهدوا هذا الحريق هذا اللي فاجع السكينه ديال لاجيرات كنتمناو هادشي ما يبقاش يتعاود بنادم يدير الحذر ديالو هانتوما كيما كتلاحظوا راه هذا اللي فهمتي كنا مريحين حتى كنشوفوا العافيه الشاعله بالبله هنايا هادشي انا سميتو مول المحل اللي ما دارش الحذر الحيطه والحذر كنتمناو هادشي ما يبقاش يتعاود محل ديال المواطر ديال سميتو فيه البياس فيه سميتو لا سميتو البنوات وداكشي اللي زاد انه زاد العافيه وداك كان واحد شويه طفيف تفرقع طفيف كنا حنا ناعسين حتى كنسمعوا باق فهمتي وحنا نوضوا ضدنا كنجريو فهمنا هو شحال ديال الوقت ديال راسك دابا نقولوا هذا شي ساعتين بنادم ساعتين متابعه ما كاينش سكات بنادم راه حضر لهذا الشيء عاوناهم بقينا كنغوتو فهمتي حتى عيطنا للشرطه باش يحضروا بالسربه Yeah.